السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في قناه غزلان انوال، نهار جديد وفيديو جديد. ايوا البنات، قررنا نسافروا، يعني نديروا فاكونس مع الدراري في شتو، مع هاد المارد ومع هاد الجائحه اللي جات، والدراري يعني شي حاجه قراوها شي حاجه ما قراوهاش، وقررنا نسافروا. دابا غادي تمشيو معايا تشوفوا واش حنا غنمشيو للمغرب، فين غنمشيو وفين غندوزو ان شاء الله العطله ديالنا. خليكم معايا تتشوفوا ان شاء الله فين غادي نمشيو ندوزو العطله، واش في المغرب ولا في فرنسا. Bonjour. هانتوما البنات، دينا للدراري ماكدو بالحوت باش ما يبرسطوناش، حيت كنشتو الدراري غير تديوهم غيبقاو يبكيو، بغينا ناكلو درنا الجوع. انا البنات احنا وصلنا، ماشي المغرب، المهم احنا غندوزو العطله ان شاء الله غير فرنسا كيما قلت لكم. المهم ريزيرفا راجلي في واحد البلاصه فرنسانيت تقريبا حدا بوردو، ريزيرفا واحد الكومبينغ اول مره صراحه نجيو ليه. هذا مكان كنا مولفين ديما كنمشيو للمغرب، ولكن كيما شفتوا الحاله ديال المغرب يعني خاصك ديري الاجراءات اللي داروا، خاصك ديري التحاليل قبل ما تمشي، وخاصك ثاني ديري التحاليل الا جيتي
وخفنا تاني باش يقدر نتشدو تما يعني في مع الحجر اللي غيديرو تاني. ايوا هذا ما كان مولداتي، مول الدار تا هو تيحماق على المغرب وبغى المغرب، ولكن هذا ما كان. هذا العام عندنا ما نديرو، اول مره الصراحه ندوزوه هنا في فرنسا، كندوزوه ديما في المغرب. المهم انتم معايا البنات ان شاء الله، تنديكم فين شدينا وتشوفوا شويه معايا الاجواء. كما قلت لكم هذا العام ان شاء الله في فرنسا ما عندنا ما نديرو، الله غالب ما كرهناش، ولكن كل وقت وقتها وصافي. هادشي اللي كاين، واخا الحباب يعني بقى فينا الحال ما مشيناش، والحباب والصحاب والعائله. ايوا واش غنديروا؟ هادشي اللي كاين، كديري حسابو كيدير الله حسابو. هانتوما شويه، المهم راه زوين هنايا، غادي نشوفو. المهم اول مره قلت لكم نجيو ليه. اهلا البنات، كما قلت لكم هادو لي بانغالو، شوفوهم زعما الصراحه الصراحه الصراحه. كما قلت لكم اول مره كنجي زعما كنجيو لهنا لفرنسا لهاد البلاصه هادي، والله الا رائع جدا. هانتوما بالنسبه للناس اللي ما غيمشيوش للمغرب يعني حتى هما يبروفيتيو وياخذوا شي بلاصه هنا في فرنسا، شي بانغالو هكا. هانتوما الكوزينه يعني فيها المويعنات، ميكرووند، الثلاجه، التلفازه، مويعنات، ولكن التقضيه حنا تقدينا كلشي زعما الصراحه. داكشي اللي قديتو عليه كما كنقول لكم ديما البنات، هادو فيها جوج بيوت. هانتوما بالخصوص كاين الماريويات زعما فين غادي تحطوا الحويجات، يعني كلشي اورغانيزي. هادي التواليت حتى هي. هانتوما بطبيعة الحال الروايح وداكشي راه ديالي. المهم كما قلت لكم، المهم لقيناها ما فيها والو غير المويعنات صافي، ما باقي ضروري تجيبوه معكم. هانتوما وعلى برا كاين لا تيغاس، كيقولوا لك في ملي كت ريزيرفي اش كتبغي، واش بغيتي يعني الجرده ولا لا تيغاس. حنا قلنا ليها لا تيغاس. هانتوما هاهما شحال زوينين. هنا كاينين غير لي بانغال كيما قلت لكم، وتما القدام كاينين لا بيسين. هانتوما المهم نهار الاول لينا اليوم هنايا. المهم تبقاو معايا البنات ان شاء الله تنساليو العطله ديالنا باذن الله. الدراري مشاو لابيسين مع باهم، بقيت انا هنا كنجمع، راك عارفين المره ديما مسكينه فيها كلشي. يلا شطبت، يلا ثاني قديت كلشي، هاد التقضيه هادي اللي جبنا وهاد الشيء. ايوا هذا ما كان البنات. المهم بقاو معنا ان شاء الله تنساليو الفيديو. ها نتوما بعدا راه جيت دخلت دغيا قبل ما يجيوش الناس بزاف وداك الشيء. المهم راه كاينه الصاله ديال اللعاب. المهم بعدا شويه غادي يرتاحوا الدراري شويه وغادي يفوجوا شويه. ها نتوما المهم بزاف الدراري مساكن اللي 3 شهور وهما في الدار مسدودين، قلنا زعما نخرجوهم شويه يفوجوا معنا. هذا الشيء اللي كاين. ها نتوما شي زويون، شوف واحد اللعبه ديال الفانيد، شوفوا واعره. شي جولية. هانتوما بعدا راه جيت دخلت دغيا قبل ما يجيوش الناس بزاف وداك الشيء. المهم راه كاينه الصاله ديال اللعاب. المهم بعدا شويه غادي يرتاحوا الدراري شويه وغادي يفوجوا شويه. هانتوما المهم بزاف الدراري مساكن اللي 3 شهور وهما في الدار مسدودين، قلنا زعما نخرجوهم شويه يفوجوا معنا. هادشي اللي كاين. هانتوما شي زويون، ها
هانتوما البنات، هاد الدراري في لابيسين كيعومو. هذا لابيسين محلول، وكاين حتى لابيسين اللي مسدود، يعني فيه بزاف ديال لابيسينات. وعاد البحر كيلومتر هكا كل جوج للبحر، قلنا زعما دابا المهم نجيبهم لابيسين. المهم تشاركوا معايا نهارنا والمهم ساليت معكم الفيديو البنات. المهم راك شفتوا الفيديو المحتوى ديالو اللي فيه يعني الفاكونس ديالنا، العطلة ديالنا، يا البحر يا لابيسين، وهذا مكان. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، تكملوه ان شاء الله وتشوفوه ويعجبكم. وغنقول لكم السلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. بسلامة البنات.